احنا ما جيناش اليوم باش نقولوا المترشح نتاعنا يوعد ولايه تندوف بسكه حديد، والله يوعدهم بمنجم، والله يوعدهم بمدرسه، والله يوعدهم بثانويه، والله يوعدهم كي ينجح يوعد بكذا. لا، احنا جينا نقولوا اليوم باللي عبد المجيد تبون دار منجم اللي اكثر من 60 سنه وهو متوقف من اللي راح الاستعمار الفرنسي، وهو متوقف جاء هو دار منجم اللي تتكلم على ميزانيته باكثر من ربما يوصل ل 20 مليار دولار، وكي تتكلم على مبلغ بهذا الشكل نتاع 20 مليار دولار راك تتكلم على ميزانيه نتاع دول، راك تتكلم على شيء اللي هو يوازي مداخيل الجزائر تقريبا من العمله الصعبه من النفط ومن الغاز. فما نجي نوعدوا، وانما رانا نتكلموا اليوم بان الرجل انجز مشروع اللي راكم تشوفوا فيه الان، اللي هو مشروع منجم غار جبيلات. غار جبيلات هذه اللي ما يعرفهاش من الجزائر راه بعيده 2100 كيلومتر على الجزائر العاصمه، راه يذكرها اللسان الرقم هذا، راه يذكره اللسان اللي يجي هو بنفسه لهنا لما كان رئيس جمهوريه ولا زال رئيس جمهورية، ولكن له الآن هو متنافس كمواطن حر للانتخابات الرئاسية، ما يوعدش وإنما يقول درت ودرت ودرت وعندي أماني راح نزيد ونزيد ونزيد ونزيد.